شن عرور او دغول يالا وي لسو درستي حالد بني ادم نمو قلفسن هورن ايو غيريودن لبدودي والد او حالدودو باهيو تلفيشن كا عالمي يونيفرسال ايا لسو غارسيي كلمدي لاغاد اوغو هوريساي تاسو غاريسا 1346 دولار او سو ديراي ابوكر عبد علي او كنول ودكا بريتين وحنا ديقدنا لاغاد غودوسي قار كميدا علماء الدين كاوينا غوبلكا توغدير او كميدا ها شيخ فيصل علي فرح وعلى كتر ما من أرنتن إلي تاي مسيب الرباني وانتحانا لقونا إيجي يودد منها مسلمين تاي سيدا يوغا جوابان وعلى يوغو باقيان قودهان بادتك مسلمين تاي إلي يوغر قاران عرورتن إلي أي لسو درستي حالة دبنا هذا النمي قلفسان وحان كبو رينا يادتك قودها جوغا يادتك دبدها جوغا عيدك استبها هذان تدك صوماليات مسلمين تا دبتن يقار بضان وكلبا أركيا سنات كودنا الله صاروا هالك يكب حيين وحكونا كسن الله وجب دلو يغنى مصائب كيو آفات كا الدنيا ذا الله كجيا الحجاب إن دتك كلنا وحن رجينا يا أنكبورنا يا يغنى هنا كون يقوى كلا دباطة السنة أنت إذا عضال لجس ديني يترف الشنة ذا بعينك كالميان سدوا كلا وحالك سكة هاللي حبنا يكمل ذا هاي سعيد أحمد محمد راجي وكمل ذا حلم على ذا قلها الدجان كدقمة ذا برعاء مصطفى فرح قلب يسدوا كلا سعيد على دعر كان وقويس لمن شوق علي ميجا كسر حروضي وعرورته تبالي ثان عمري جودة إن شاء الله أنت كهدي وحنكرر شأن إن إن إنه نجو يسودن أيه نلشوا ده وقف إذا نسيدي إنه قعن قبل لهين وحنا إن الله يه ومركي لبعض هري ولوت شعيي إما كنا ونكر علينا حلك نقوم هاد علينا إن أي دفتر بدن أي 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 كسر توابين أو أي حصاد رين een ila laba saddex qolo ayaa halkan lacag ku gudoosiisay oo aan warbaahintana u yeernay maantana waxaan wadnaa in walaalaha qaar kamid ah ay qoyskaas soo gaarsiyeen lacag sidaas awgeed waxaanu gudoosiinaynaa in maanta si kastaba ha ahaatee xaaladda adag ee la soo daristay caruurtan dhagoolayaasha dhibaataysan ayaa mid ka nixinaysa qof kasta oo muslim ah oo daawada xaaladooda bishii aan ka soo gudubnay bartamaheedii ayay ahayd markii wasiirka awqaafta ee diinta maamulka gobolka Jogdheer iyo kan degmada Burcay boqdeen caruurtaasi isla mar ahaantaana ay sheegeen inay dawladdu wax ka qabanayso arrintooda hayeeshee ma jirto ilaa iyo hadda cid ka tirsan xukuumadda Soomaaliland oo wax ka qabatay ama ka jawaabtay caruurtan dhibaataysan ee baaqyada isdaba jooga ay ka soo baxayeen waalidiinta caruurtaasi iyo gudiga xaafada Ali Daar Maxamed Boos Universal TV Bro.